شهدت محافظة قنا احتفالات حاشدة بميدان الساعة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة. وقد أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية في إطار رؤية مصر في 2030. التفاصيل مع زميل محمود تغيان. حيث تجمع آلاف المواطنين من مؤيدي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فور إعلان الهيئة العليا للانتخابات نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2024 وفوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات لفترة رئاسية قادمة وفوز السيد الرئيس باكتساح. وفرحة المواطنين كما نشاهد في ميدان الساعة بقنا وفور الإعلان عن النتيجة وتجمع آلاف المواطنين وهذه مسيرة لأحد الأحزاب بمحافظة قنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. معنا الآن السيد اللواء الحسن عباس أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة قنا. فرحتكم النهاردة وفرحة كل المصريين بنجاح السيد الرئيس النهاردة باكتساح الانتخابات وتوافد وتجمع آلاف المواطنين للاحتفال بتلك المناسبة الجميلة والاحتفالية الجميلة. طبعا النهاردة احنا بنهني سيادة الرئيس بنهني أنفسنا على نجاح سيادته بفوز الساعة حزب حماة الوطن اليوم بقياداته في القاهرة بيهني الشعب المصري كله بنهاية السيد الرئيس. وداخل أمانة محافظة قنا كل أمانات اجتمعت النهاردة والشباب معنا السيد اللواء خالد الشاذلي أمين عام مساعد حزب محافظة قنا السيد اللواء خالد الشاذلي. كلمنا فرحة المصريين وتعبير عن فرحتهم وسعادتهم بنجاح السيد الرئيس. فرحة لمصر أولا، فرحة للجمهورية القديمة، فرحة للشعب المصري. شكرا سيادة اللواء. ايضا معنا السيد اللواء مصطفى خلف امين مساعد الحزب محافظة قنا. تكلمنا عن فرحة المصريين النهاردة، المصريين النهاردة حقيقة النهاردة زي ما انت حضرتك شايف محافظة قنا بالكامل وشباب حزب حماة الوطن فرحة عارمة بتأييد الشعب المصري السيد الرئيس. واحنا بنقول له يا رئيس احنا وراك وفي دارك التنمية والبناء. والف مبروك لينا اولا قبل الرئيس. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. معنا الان السيد الاماني ابو سهلي امين حزب حماة الوطن بمركز فرشوط. اتكلمونا عن فرحه الجماهير النهارده والمراه وحضور قوي للمراه في الانتخابات الرئاسيه وشهد لها القاضي والداني بالحضور الكثير في تلك الانتخابات. طبعا احب اهني الاول فخامه الرئيس عبد الفتاح. لا ارجع واشرب كده الوقت. مبروك لمصر جميعا، مبروك للمراه المصريه التي تعيش ازهى عصرها الذهبي حاليا. المراه حاليا تعيش ازهى عصورها فعلا في الحقائب الوزاريه، في المجلس النواب والشيوخ، في القضاء المصري. فتحيه لمصر وشعب مصر العظيم. عندما يعي بخطوره الخطوره لابد ان المراه المصريه تشارك وتشارك بقوه وكثافه. تحيا مصر والف مبروك لسعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتحيا مصر ويحيا حزب حماه الوطن التي اتشرف ان انتمي اليه. وتحيا المراه المصريه وموقفها الدائم المشرف دائما. معنا الاستاذ الدكتور احمد الصادق امين التنظيم بحزب حماه الوطن.
فرحة المصريين والتعبير عن الفرحة النهاردة، ويعني والفرحة باينة على الناس وشعور الفرح. كلمنا حضرتك حزب حماد الوطن، احنا كلنا فرحانين وكلنا باسم حزب حماد الوطن بنقول لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الف الف مبروك، واحنا معاك وهنكمل المشوار. وحزب حماد الوطن حزب كل المصريين، بنقول لكل المصريين احنا كلنا معاك يا ريس، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. الاستاذ مؤمن القاضي امين الشباب بالمحافظة، ودور كبير وملحوظ للشباب في ايام في اثناء الانتخابات الرئاسيه. الاستاذ مؤمن القاضي ودور مشرف للشباب وفرحه الشباب وتجمع الشباب زي ما احنا شايفين النهارده. كلمه تعبر بيها عن الشباب وامنيات الشباب. والله بقول انا النهارده الحمد لله، والف الف مبروك للشعب المصري مش للرئيس. ربنا يكون في عونك في دوره جديده ان شاء الله. مبارك لكل الشعب المصري اللي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود معانا فتره كمان. بشكر كل شباب حزب حماد الوطن اللي وقفوا معانا في الانتخابات، وقفت رجاله بجد يعني في الحشد وفي التواجد وفي التنظيم. شكرا شكرا لقيادات حزب مستقبل الوطن، شكرا لكل امناء حزب مستقبل الوطن، شكرا لشباب حزب مستقبل الوطن على مستوى المحافظه وعلى مستوى الجمهوريه اللي وقفت رجاله. والف الف الف مبروك للشعب المصري. الاستاذ احمد الدقان ومركز دشنا وتواجد ملحوظ لمركز دشنا وشباب وشيوخ ونساء مركز دشنا، وكان كرنفال في الانتخابات الرئاسية، وتكتمل اليوم بفرحة مركز دشنا مع باقي مراكز المحافظة. الحمد لله والشكر لله، مجهودنا ورد الجميل لمعالي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مركز دشنا بكل قبائل العرب عوارة مسلمين مسيحيين بكل طوائفنا، محافظة دينا كلها وقفنا وقف رجل واحد. قياداتنا بنشكر قياداتنا في حزب حماد الوطن في القاهرة ومحافظة دينا برئاسة الأمين العام اللي هو معالي اللي هو الحسن علي عباس. والحمد لله رب يكون عند حسن الظن، وان شاء الله غبت الجميل للرئيس، وان شاء الله نكمل جميع الانجازات والاستقرار. وشكرا لفخامة الرئيس على جميع ما قام به من اجل مصر وشعب مصر. الدكتور محمود جوده ومركز الوقف، ومشاركه متميزه ايضا لمركز الوقف للانتخابات الرئاسيه وايضا في الاحتفاليه بفوز السيد الرئيس. فعلا حقيقه كانت مشاركه مشرفه لكل شباب الوقف، كل شباب دينا، كل شباب محافظه دينا. كنا في عرس جميل عشان نرد الجميل لسياده الرئيس، ونهذا نقول مبروك يا سياده الرئيس، مبروك لكل المصريين. نتمنى المزيد من الانجازات للشعب المصري، لان الشعب المصري يحتاج ويحتاج الى انجازات عظيمه بفعل القياده السياسيه الحكيمه الدؤوبه في العمل التي تعمل ليل نهار. ان شاء الله احنا كنا في حلم وتتحقق هذه الاحلام على ارض الواقع بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الف الف مبروك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الف مبروك لكل المصريين. شكرا. الاستاذ حسن يوسف ومركز قوس ومشاركه متميزه لمركز قوس، ونسبه عاليه في التصويت وفرحه النهارده، وايضا مشاركه مركز قوس في تلك الفرحه. اولا احنا بنتشرف ان بننتمي لحزب حماد الوطن بقياده خليل جلال الهريدي امين عام الجمهوريه، اللي هو الحسن عباس امين محافظ الجنة، والمهندس محمد بنجي امين مركز قوس. شاركنا في مركز قوس لاول مره تكون مشاركه حقيقيه على الارض. حصلنا على اعلى نسبه تصويت في المحافظه في المراكز مركز قوس بجهود توجيهات الدكتور العطيفي امين تنظيم الجمهوريه. واختم كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسمنا على القلب وجه الوطن نقيلا ونيلا وشعبا اصيلا، وصلناك يا مصر طول الزمان ليبقى شبابك جيلا فجيلا. رسمنا على كل ارض علامه قناعا من النور تحمل كرامه، عروبتنا تفتديك القلوب يفتديك بالدم جيش الكنانه. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. أعزائي، وتابعنا فرحة المصريين وتجمع حزب حماة الوطن هنا في ميدان الساعة. أيضا هناك مسيرات عديدة تتجمع الآن في داخل محافظة قنا، كل تلك المسيرات ستتجمع هنا في ميدان الساعة احتفالا وفرحة بفوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة. من قنا كان معكم محمود دغيان لأخبار طيبة.